ساعات كامله حتى يتفرع المفروض يدخل منا ويتطبق هنا. مهندس المروري مخليه لا واحنا تنفيذ الشارع راح احفر على شكل قنطره اشبه القنطره الموجوده بحي الزراعي اروح باتجاه الشلالات السابقه لا سيما منطقه السعاده اوتوماتيكيا داخل منطقه التوسعه. من خلال متابعه السيد المحافظ مع وزاره التخطيط ورئاسه الوزراء حصلت الموافقه على ادراج مشروع توسعه وتحديث التصميم الاساسي. المشروع يشمل توسيع المدينه وكذلك تحديث التصاميم القديمه. كون المدينه والبلدية تعددت نشاطاتها إذن يحتاج إلى تغيير بعض النشاطات داخل الشوارع. اليوم معظم الشوارع السكنية أصبحت شوارع تجارية إذن يتطلب تحديث التصميم. المواطن يلاحظ أنه تنشأ هنالك كثير من العمارات السكنية العمارات التجارية في الأحياء السكنية والشوارع العامة من دون مواقف السيارات بسبب قدم التصميم. اليوم إن شاء الله هذا المشروع سيكون بهذا الاتجاه، سيكون التوسيع في جميع اتجاهات المدينة. طبعا كان هناك تخوف من بعض الإخوان في بعض المناطق أن تقوم البلدية أثناء التوسيع بالاستيلاء. عملية التوسيع ليس لها علاقة بالاستيلاء على الأراضي أو إطفائها أو ما إلى ذلك. التصميم يحدد النشاطات وبالتالي سيرجع بفائدة كبيرة إلى المواطنين وإضافة فرص تنموية جديدة من غرض تقديم خدمات وتوسع المدينة بالاتجاه الأفقي والعمودي. في نفس الوقت إحنا نعاني من مشكلة واحدة صراحة، هي العشوائيات التي محددة للمدينة التي يجب أن يتم معالجتها، وإن شاء الله سيتم معالجتها من خلال قرار مجلس الوزراء 320 الذي يخص تمليك الأراضي الزراعية. احنا حتى اليوم تعليمات لم تأتينا من الأمانة العامة ومن وزارة البلديات، مع ذلك نحن شكلنا لجان وبدأنا بإعداد تصاميم وجرد للمناطق وطلبنا المواطنين مراجعة البلدية لغرض تثبيت حالات، ومن ثم بعد ذلك تقوم لجان الكشف على وحدة سكنية للتأكد من انطباق عليها شروط القرار. المشاريع الجديدة، احنا مثل ما معروف في المواطنين هنالك مشروع للمجاري في الساحل الأيمن، لذلك أي مشاريع طرق في الساحل الأيمن لن يكون هنالك في هذه الفترة بناء على ما تم إبلاغنا به من قبل محافظة نينوى. هنالك مشروع للمجاري في الساحل الأيمن سيشمل جميع أحياء الساحل الأيمن. إذن سنبدأ على المشاريع فقط التنموية والترفيهية في الساحل الأيمن، ولدينا مشاريع أخرى كبرى في الساحل الأيسر تشمل جميع الأحياء حسب المبالغ المخصصة للبلدية، ومنها مثل ما ذكرنا حي التعليم، الفلاحة الثانية، الأخاء، التأميم، البكر، حي الزهراء، النهضة، كثير من الأحياء المشمولة، إضافة إلى الشوارع الرئيسية تكملة مدخل كركوك باتجاه جسر الرابع وكذلك مدخل أربيل إلى باب شمس. إذن هناك مشاريع كبرى إن شاء الله خلال شهرين من الآن، يعني كمدة قصوى ستنجز جميع المجسرات. يعني إن شاء الله في مطلع أدار نفتتح 6 مجسرات مع المباشرة بمجسر حاملة الجرار. إذن المدينة ستظهر بوجه حقيقي بما يتلائم مع مدينة الموصل ما تحمله من إرث وتاريخ حضاري. هذا الإرث الحضاري ينعكس على واقعها الهندسي.